بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عسلامة صديقاتي، عسلامة تطواتي، شنحويلكم لباس؟ ان شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة. اذا كنتوا اول مرة تتفرجوا فيها ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يصلكم كل جديد، واللايكات يا صديقاتي اللايكات شجعوني ودعموني باش نواصل معاكم، وان شاء الله ربي يعطينا ويعطيكم صحة الابدان. عيشكم صديقاتي، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم على سؤالكم علي وعلى دعواتكم لي، وربي يفضلكم وربي يحفظكم أجمعين، وربي إن شاء الله يبعد علينا وعليكم البلاد. اليوم جيتكم من دار لل أو كما صبرتش عليها، رجعت رجعت بحذا للا. أمي بعثت لي حاجات الحقيقة ما نجمتش ما نشاركش خالتي فيهم، جيت بحذاها باش نضوقها، ما ضوقوني، ما ضوقتني ميمتي، ربي يفضلها، إن شاء الله ربي يفضل لي ميمتي ويفضل لي خالتي ويفضل لكم ما عندكم. الحصيل نخليكم مع الفيديو، عشوية مع كويس تايم نعنع باللوز، عشوية صيفية على سهرية. الحصيل شاركناكم العشوية متاعنا. لا 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 لا، سألوني قالوا لي يا اخي خالتك عندها بناتي بناتي يقعدوا معاك ويونسوك. عندي يقول لهم قلت لك لا، قلت لكم لا لا عندي عندي ربي، قلت لكم عندي ربي، خالتي ما عندهاش البنات الحصيله. هكا علاش انا وياها وخيات وصاحبات وهكا جاوبتكم الحصيله، وبرشا تسألوني يا اخي خالتك ما عندهاش البنات، يا اخي ما عندهاش، انا بنتها مش ما عنديش، انا بنت وانا كنا نتلموا في الخير ان شاء الله. عسلامة وينكم لاباس؟ عسلامة نكون لاباس، هذاك هو عسلامة وينكم لاباس. كلهم راهو سلامكم يوسف، لاباس ديما يقولوا لي يا اخي يعطيكم الصحة على سلامتكم، شنو احوالكم؟ لاباس ويعطيكم الصحة، وديما سلامكم يوسف، وديما تقول لي نسلم عليك، وحتى انا نسلم عليكم ونكثر خيركم، بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. اسمعوا البنات، اسمعوا الحس. الحصيله باش نعمل معاكم ماكله جريديه، ماكله من الجنوب التونسي، اسمها مريسه، حاجه خفيفه برشا، حاجه طيافي بارده وما تستحقش يعني للطياب. المهم معناتها هكا نعطي فيكم في افكار وفي عاداتنا وتقاليدنا، نحنا راهو في الصيف اي حاجه خفيفه تعدي، وهي راهي ما تكلفش يعني، ماكله بسيطه، ماكله اقتصاديه ما تتكلفش برشا. ونخليكم كالعادة مع فيديو كله تلقائية، مانيش هكا عاملة مونتاج لبرشا حاجات، باش نخلي الفيديو على طبيعته، ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ان شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل. نولي نجيبو مستعملة، وهي القاضية شي يدوخ ما يدوخ، سخونة سخونة سخونة، نهار ماضي ساعة ولا غادي تدوخ، والله الماضي ساعة حتى انت لا لقطتي نهار كملت، حتى انا هنا شفت ما سخنتش في الكرسي، حتى الكرسي ما نجمش ناكل في الدار، والله دخلت خاطر التكييف ما نحس تو في راسي هيك الشباب. مرة قالت لي وريني الطريقة نتاع التاي كيفاش تعملوها انتم، خاطر كل واحد وطريقة، فما ناس لنا ما تصفيهاش الحشيشة طيبها ديريكت، يعني كيفي انا مثلا هذيك ما نغسلهاش الحشيشه، ديريكت نصبها في الماء ونخليها تغلي. لا لا مش سهل، نصبها وبعدين نحطها في الماء، ها هو يقعد يغلي على الغاز، وبعدين يقعد يغلي على الغاز، وبعدين باش نصفيه. مازال معناتها تو مازال ما غلاش، ان نشوف اللون نتاعو معناتها. اي اي يزيها لالا، اي لونو باهي باش ما يجيش قوي مر. والتاي البنات خيرت اني باش نعملها على الغاز الكبيره هذه، وباش نحضره هنا في الكوجينه، ونهز البراد حاضر المره دي، مانيش باش نحط دبوزه نتاع غاز صغير، هاكا نحضروه باش نحطو في البيضه ونقعدو معناتها بعد ما يطيبو. هذا توا التاي صديقاتي باش نصفيه، بسم الله. لا صدق،
بسم الله. واحدة، اثنين، ثلاثة. شو نرجع يا غلية؟ لا لا يخ السكر نحطها يغلي، نحطها يغلي بالسكر. تو فما ناس قالك مش صحي نغلو بالسكر، السكر كي يغلى يتحرق. ليش تخلي يتحرق بالسكر؟ تو البنات باش نحط النعناع، النعناع عملت شايح عند لالا وجبت الاخضر نتاعي. بسم الله. اها كيساج تزعلي منه شوي. طيب تبصل ليه هذا نخليه ساعة للا تو. للا ركب الضو هنا بالفيشة. هاي 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 أنا غلطة، هي متاع الواحد هذيك باش نركب. ثلجتها وبعدين بعدتها. انتي قعدي على كرسي كبير، انا تو نقعد على الطبوري. مش مرة جابها لي وليد جرس ثلاثة مرات توصل لي مكشكشة. مين هو بتاع بيت اللوز؟ جبت طماطم وفوت من الجري نعاون به الواحد. قلت نعملو ميريس باش نذوق منه. اما ساعتين ميريسه وشو اسمه؟ نذوق لالا مش شهوة. ميريسه و ميريسه و شو اسمه؟ ميريسه وهريس. هاي مغسولين هذوما؟ لا 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 مش مغسولين. في الجريد ما بعثليش برشا راه. ما هو يمكن فين مازال شوية. خليت جرينات باش نعملهم. شفتي اه ما جبتش القناوية انا. كنت نجيب القناوية ونقول لك لالا طيبي هنا نهار. ونقول وش شدي باب على نسمة شدي. ونقول وش ناسية. في نسمة اعطيني المهراس. خالد جاه. كلود بالله مد لي المهراس عاش خوي. المهراس وعيد المهراس خلينا نكسر كعبات اللوز هذوما. عاوش نعمل لكم ايا مرحبا بكم صديقاتي بحنان. اسمعوا الموتور رانا في الحومه هنا. تسمعوا شويه حس، تسمعوا شويه صغار يصيحوا. تحبش تبان في الفيديو؟ لا بلا هات من غاديك، هات مدي يدك من بعيد. صحيت صحيت يا نمرو ست. خليني نقدهم لالا الظلمة. لالا كي باش تعملي الوحدة عيطيلي. الميريسة. يا باه. طيبت مرمز. اليوم عملت مرمز. والبارح عملت مقرون. اه لا البارح ما عملتش مقرون، عملت اسكالوب وكفتاجي. والبارح طلوله مقرونه، والله مقرونه اشترها مشت ربي سامحنا ما كليناهاش. كلينا شويه. هاي الدنيا سخونه تو بدت. باش تربيها لالا؟ باش تربيها؟ وليت حطيتها. انا مش في بالي باش يجيب الكهرباء يا اخي. جيني بموتور صغيره ما تهز حتى شيء. اخي هو جاي من متلاوب الموتور. لا 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 الراجل اللي في يسكن في المنزه اللي بعثوا معاه راهي هي الكهرباء. راه فما شكون متلاوي طالع. يطلع طال الراجل هذاك. شبيكي لالا تخبط الكاميرا.
كنتي قال شنو عامل كاميرا انت؟ لا من غير ما من غير وجوه على الميدا نحط شنو نعمل ميريسه جد ظلام المحالة هي تو باينة الميريسه ظلام لا مو انت مستانسه تقعدي بالعكس تقعدوا بالعكس هذايا فلفل الجيري ما نعرفش يعرفوه العباد الكل ولا ما يعرفوش مش الناس كل تعرف هذا الفلفل الجيري فلفل الجريد هو فلفل صغير اهو اما حروريته تفوق الخيال حروريته حاجه اخرى لالا اشتربيها وهذه اكله في الصيف تبدا بارده يعني نعملوها مع الخبز ناكلوها بالخبز مش الخبز جبتها لالا الخبز ولا خليته في الكارت انا خليت الصباح خبزه فطرت منها الصباح هاي كل طرفت ياسر الخبز ياسر سانس سانس ايه جيلي راجل يدينا ينادي على الخبز البيت وما نعرفش عليه من مين في شكاره لالا انت عودي عبي شكاره حطي فيها الخبز وخليها في الكراج باش كي يجي الراجل يهز لا ويجيني ساعات يجي نهار بعد نهار ما نعرفش نكون مريض يمكن ما نعرفش عليه ما كانش راح قدام الدار تو يتحدوا يهز وراه هاك البرباش الناس اللي تلوش ربيعين هاي ديش مرة كي ما يجيش نحطها في ال نحطها هذيك ما عادش تشري برشا لان انت يقعد لك الخبز اشري زوز باقيت مثلا علاش تشري بالثلاثة والأربعة كي نبدا خاطر عشاء وغداء نبدا عدو نشري فهمتي قعد لي برشا خبز بقالك الخبز شفت اذكروا كيما نعرفوا جابنا الخبزه قاعده بصماك هكا الخبزه اللي جاب قال لك التونسي ياكل برشا خبز مش ياكل يستهلك برشا خبز ويلوح برشا خبز مليون و900 الف يظهر لي مره يحكوا عليها نتاع باقيت تتلاح وحرام هذاك خبز والله فما ناس ساكن مش لاقيين اصلا ريحه الماكله ما يفتش على قعموره يمشي ونحنا ديما يشري بالزيت يشري بالزيت باش يقعد هو ديما قاعد وانتي لا حطي في الفريجيدير كيما تعملي كيما مسلسة تعملي كل مره حطيه في الفريجيدير هذاك وقت مات العيد مات العيد ذاك حطيتها وقتها في الفريجيدير ولبس عليه والله انا ذقت منه السخن قلت في البنة نتاعي قلت لبس عليه تسخنيه ولا لبس عليه ماكش قاعده تدهني فيها ركبتك هاي مدها فيها تعملي في الزيوت والمبيعات نعمل ايه اليوم تعبت من الوقت في الشبيكي صراحة ياسر الا صابون ياسر هذيك جبتيه الكل وصلتيه كل قلت له هذا مع السخانة مع الشمس لا تو الصابون يعني مش ما شنو الشمس هي قلقتني تالي الغسيل الحق ما حد شيء الغسيل ما في الماكينة شنو كيف هكا تطبيس وتدبس شنو الوقفة لل الوقفة والنشران ما شنو الشمس هي تعبتني حار حار من هذا سني نظهرها شوي هذه المريسه هاك عملنا الطماطم تو الطماطم ربيناه تربوها بهكا مثلا بحاجه هكا تربوا الطماطم نتاعكم وبعدين تحطوا الفلفل هذي وبعدين تو تشوفوا بقيه المكونات هذه راهي ما تطيبش راهي تتاكل بارده شوي ثوم وزيت وملح هي مو لالا باش ما نحرقش المراحل باش نوريهم الثوم والملح كي نحط هاك لالا عملتيه بزريعته زريعته باش تشوطي وعليه هريسه وفلفل جريد ما تحبي الحرور هاي الحرور هاي تو حطينا الثوم حطينا طماطم وفلفل وثوم باش نحط شويه ماء نزيدوها شويه ماء وملح ملح لالا وملح وزيت وزيت زيتون هذه اكلتنا البنات نحبوها برشا في الصيف راهي لالا بارده مش نورمال يعني لا تدخلوا للغاز الفريجيدير شو تجيبوه لا تدخلوا للغاز وتوكل زادة تحطي خبزه تاكليها اصلا هي على ما هي خفيفه وبنينه جربوها الطريقه دي تنجموا راهو حتى لالا يعملوا بالفلفل العادي لا ما تجيش كيما تاع فلفل الجريد هي صحيح ما تجيش كيما فلفل الجريد اما ما يسالش يبدا فلفل حار ممكن يا يعطيك الصحه اللي عنده فلفل حار يقصه جويد على الاخر وبعد ما يقصه جويد يحطوا هكا مع الطماطم مع الثوم راهي باش تعجبكم برشا وصحيه راهي على فكره تو لالا باش تحط الملح
حطي ده الملح نتاعك، شويه زيت، شويه ماء الساقع. وراي فما ناس، وفما ناس تحطها تبردها هكا ولا لا؟ لا، تحطها في الفريجيدير تبرد. هاتي مغرفة ترى، ولي هاتي مغرفة لحظة نمدها لك. هاكا خلطناها، باش حطها تبرد. نحنا ولا حطيها حتى شوي فيما كملنا التاء. شوية زيت زيتونة، هاكا يزي هكا كان لا منعبوهاش برشا. فلفل حار، يعطيك الصحة. لالا نحطها شوي في الفريجيدير، نحطها شوي في الفريجيدير. حلي لالا، هذه هي. شوفوا ما اسهلش ما منها، وتحضر في لحظات باش نغطيه. هذا سهلة ماهلة. وهنا صديقاتي جبت اللوز بعد ما كملت كسرته القشورة هذيك باش نرميها وباش نحي منه القشرة نتاعو. تو باش تشوفوني كيفاش نحي القشرة نتاعو. هاكا غسلته وحطيته في الماء. انا راهو ديما يديا تبدا في الماء، ونعمل حاجه تبدا يديا في الماء نشللها كيما عارفين، معناتها من التراب ومن البرودوي اللي يعملوها في الخضره ولا في الغله لازم ديما نعقموها ونغسلوا يدينا. وعلى ما نحبوا هاللوز يعني كان نلقى ديما هكا نحطه ناكل، ما نتقلقش منه، بنين ياسر ومشكله ما يقعدش برشا. واول حاجه باش نوريها لكم صديقاتي بعد هي امي ربي يفضلها ولا ينحيها عليا، هي حاجه انا نعشقها. تذكرني بابا الله يرحمه كان كل حد يجيب لنا الهريسه والفطاير، هذه ماكلتنا نحنا في المتلوي في قفصه بصفه عامه في الجنوب التونسي في نفطه وطازر، نحي معناتها الجنوب الغربي كل تونس، ولكن هذه من عاداتنا نحنا الهريسه الحمص. هريسه الحمص هي عباره على حمص كما تشبه للبلادي، اما هي بطريقه اخرى. وانا نحبها من عند واحد في طرابلسيه يطيبوها، فشرت لي وبعثت لي لهم. شوفوا الطبيعه اليوم شتيتها برشا الحقيقه. انا راني نحب الحاجات اللي هذه. انا كي نروح اخذ مسكين مش عندك، انا كي نروح للبلاد ما ناكل في النهار كان هادي، اعطيني نعيش على هذه هريسة الحمص. نحي منها الطفلي، شوف والله محكمة كان جلدها اهي. سنة نوري ليكم، هذه هي الهريسة، راهي عبارة على لبلابي. راهي هي يا اخي، انا جيت بحذا لالا ما نجمش هكا كيفاش مكنجلة، مازالت مكنجلة ما نجمش ناكلها، خاطر نحنا جبدنا عليها وقت للا صايمه، وامي قالت انا بعث لكم منها حاسينو هكا بعثت لنا منها وباش نتعشوا منها. هذه انا راني مهبوله عليها، طرش معناتها مهبوله مهبوله. شوفوا كيفاش باش نبدا ندوب. بسم الله. ودكم ولا شهيكم بالحروريه. يا رب يا رب يا رب يذوقها ثمار الجنة إن شاء الله. خلاص سامحوني البنات، اليوم شيواتي كلها معمولين، شيواتي كلهم محطوطين. الحاصل شنو باش ناكل وشنو باش ناكل. على فكرة كان تشوف في الكلاس نتاعي اخسر راني انا خارجة بالكلاس عادي جدا، نروح هي في الكربة عادي جدا، هاكا لابسة ديك الكرسيطة ومعاها البلغ. المهم راني نتصرف طبيعي، راهو ما عنديش برشا ما عنديش معناتها كيما نعيش انا نتصرف كيما نعيش. شفتو هكا ولا هكا ولا لاحظتو حاجة، راهو هذاك هو الطبيعي. وهنا صديقاتي هاني باش نسخن عشاية انا ولالا. نحطها تسخن شوية الهريسة، هريسة الحمص. بسم
بسم الله بسم الله. راهي نفس طريقة اللبلابي، أما شنو من غير خبز بيت، ما نحطوش فيها، ما نفتتوش فيها الخبز، ناكلوها نقعوا به. أهي شوفك اللون ديجا هي كظاهرة اللي هي حار. تورو فما أخوات بنات بلادي نحييهم، راهم تفرجوا فيها اللي يسكنوا بعاد عن تلوي ولا على نفطة ولا توزر والقفصة رمشتها، إن شاء الله قسمكم منها في الجنة صديقاتي. باش نحطها تو تسخن. نحط لل، هاني توا باش نجبد الماعون نحط فيه، هاني نشوف حاجة، هاني سخنتها راهو الهريسة، خل نشغل هذيا، خرجوا المريسة لل. تسعة ونص نموس. هاي ميريسة، هذه ميريسة. وأكلاتنا قديش هم يا صديقاتي، أكلاتنا بسيطة، بيا كي نقول لكم على الريحة نتاعها وعلى الطعم نتاعها حاجة أخرى، وحطينا فيها شوية ثوم، وهذه الهريسة أكلة بسيطة. ويا ربي لك ألف حمد وشكر، الحمد لله نحمدوه ونشكره. مازال الفلفل مش حار برشا، مش قولك فيها حار برشا من فاتي بالحق، مش ليش حارة للنا. شوطك لا برشا جاي نشوط صحاني حارة شو من كل شي حارة. لا لا نحبها حارة حارة، نحبك اللي يضرب لي في الوضنين. لا 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 شور، لا عجبتيني كي قلتي قلتي احلالي تشور. ها هو لالا الزيت، حطي فيها شويه زيت هكا ولا غمسي في الزيت وبعدين هز بنينه حتى الميريس. باش عاد ما تقولي وحدها، هذه اكله خفيفه لطيفه كويس كويس من نعنع. خل برد فمي الصح، ها يظهر لي ظلام ما بينش الكأس، نوري ها الكأس، ها هو كأس تي البنات. شدي للي بردي بردي لل برد خبز شلح البنات. للا مسكينة شوشطها بالفلفل الحار، نحكي لكمش على الحرورية متاعو، مسكينة ولت تبرد بالغلة على خي. ايه نسيتها نسيتها، على خير تو نكلمك في التليفون باه، تو هاني مروحه هاني معاكم بشدة نية. وتو مقالي كمش نقولكم بسلامة الناس الكل، ان شاء الله فيديو اليوم نال اعجابكم، من هنا الغادي نخليكم في وديعة ربي وفي حفظه، على امل اللقاء بكم ان شاء الله في فيديو جديد مع فكرة جديدة مع تنفيسة وجو جديد وفي حفظ ربي ورعايته، اذا ربي اعطاني الصحة والعمر والوقت ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد. في امان الله الناس الكل.